الفنان محمد ممدوح من الفنانين اللي ما بيحبوش يظهروا قبل عرض أعمالهم، بس إحنا انفرجنا وقابلناه وكلمنا عن أعماله في الدراما وكمان السينما في الفترة اللي جاية. والله دي مش أول تجربة ليا بيني وبين نيلي مثلاً، عملنا مع بعض، اشتغلنا مع بعض كده مشتري راجل، ولا أول تجربة بيني وبين أحمد مدحت. أنا سعيد جداً من الشغل مع نيلي. نيلي ممثلة مش أنا اللي هتكلم عنها، ممثلة هايلة ملتزمة جداً بتاعت شغل جداً، ودي حاجة مهمة ما شاء الله عليها. الحمد لله. طبعاً عملي مع أستاذ أحمد مدحت ده شرف ليا، أنا المفروض شغال معاه المرة الثانية. أول تجربة كانت في مسلسل ظرف أسود. كل الناس طبعا ليا الشرف ان اشتغل مع استاذ هشام سليم، مع بسمه، مع جامايكا. الحمد لله الكواليس لطيفه بتاعت شغل، ما بنضيعش وقت الحمد لله بقدر الامكان بنشتغل. انا بالنسبه لي دي اهم حاجه في كواليسي. شركه الانتاج مش انا اللي هتكلم عن شركه العدل جروب، شركه كبيره جدا ما شاء الله عليها. الحمد لله بالنسبه للمشاكل كلها بتتحل، مفيش مشاكل باذن الله. انا يعني مش عارف ايه موضوع المشاكل الانتاجيه، انا اسمع ما اعرفش التفاصيل بصراحه، بس ان شاء الله يا رب اللي يعني ان شاء الله كله يعني كله تحل مشاكله ويبقى موسم حلو علينا جميعا يا رب. 122 انا ضيف شرف معاهم. الفيلم ده انا متفائل بيه جدا جدا جدا. بطولة أستاذ أحمد، أستاذ طارق لطفي، وأستاذ أحمد داوود، وأستاذ أمينة خليل. متفائل جدا بالفيلم دوت، قصته حلوة. المخرج جديد أو بالنسبة لنا تقريبا في مصر أول فيلم ليه في مصر، بس مخرج قوي قوي ما شاء الله عليه. أنا متفائل بالفيلم ده جدا جدا، واللي كمان أحمد داوود من الناس اللي بيحسنوا اختيارهم جدا جدا، من المصريين اللي بيعرفوا هما بيعملوا إيه يعني ما شاء الله عليهم. رب الماس، انا سعيد بالفيلم ده جدا والشرف اني شغال فيه طبعا، لان انا التراب ده بقالنا سنين بنحاول نعمله. وانا كده كده ببقى سعيد جدا لما بشتغل مع مروان حامد، فعلا ببقى حاسس ليا ظهري كده، وحاسس ان انا فنيا يعني عارف انا بعمل ايه، يعني ببقى واثق جدا من اللي انا بعمله.